ورحمته جل وعلا سبقت غضبه وغلبته، وظهرت في خلقه ظهورا لا ينكر، حتى ملأت أقطار السماوات والأرض، وامتلأت منها القلوب، حتى حنت المخلوقات بعضها على بعض بهذه الرحمة التي نشرها عليهم وأودعها في قلوبهم. وكذلك ظهرت رحمته في أمره وشرعه ظهورا تشهده البصائر والأبصار ويعترف به أولو الألباب. فشرعه نور ورحمة وهداية، وقد شرعه محتويا على الرحمة وموصلا إلى أجل رحمة وكرامة وسعادة وفلاح. وشرع فيه من التسهيلات والتيسيرات ونفي الحرج والمشقات ما يدل أكبر دلالة على سعة رحمته وجوده وكرمه. ومناهيه كلها رحمة، لأنها لحفظ أديان العباد وحفظ عقولهم وأعراضهم وأبدانهم وأخلاقهم وأموالهم من الشرور والأضرار. ويوم القيامة يختص سبحانه المؤمنين به وبرسله بالرحمة والفضل والإحسان، ويكرمهم بالصفح والعفو والغفران ما لا تعبر عنه الألسنة ولا تتصوره الأفكار. ففي الحديث أن لله 100 رحمة أنزل لعباده رحمة بها يتراحمون ويتعاطفون، حتى إن البهيمة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تطأ. فإذا كان يوم القيامة ضم هذه الرحمة إلى 99 رحمة فرحم بها العباد. نبئ عبادي نبئ عبادي نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نبئ عبادي نبئ عبادي رحمة لا يعبر عنها لسان، يمن بها أرحم الراحمين، ويتفضل بها من وسعت رحمته كل شيء على عباده المؤمنين. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. والعبد كلما عظمت طاعته وزاد قربه وتقربه لربه عظم نصيبه من استحقاق هذه الرحمة. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. الرحمن 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 فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ قالوا: وما الرحمن؟ قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. والله المسؤول أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين، وأن يمن علينا برحمته التي كتبها لأوليائه المؤمنين، إنه سبحانه جواد كريم وهو أرحم الراحمين. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم.